ما حكم الصلاة خلف خطيب يصلي بنا يوم الجمعة إذا كان هذا الخطيب يفتن الناس بذكر قصص مكذوبة, على الإمام مكذوبة على الإمام أحمد, ومنها أنه كان يتبرك بالماء المغسول والذي اغتسل به الإمام الشافعي. على كل حال هذا ينصح الخطيب, هذا ينصح أنه ما يجعل الخطبة قصص, حتى ولو كانت صحيحة, لو كانت القصص صحيحة, الخطبة إنما هي أوامر ونواهي ومواعظ من الكتاب والسنة, من الكتاب والسنة, لا من القصص والحكايات. فينصح هذا الخطيب أن يتجنب هذه الطريقة. نعم.